وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: امرأة يأتيها زوجها من الدبر عياذا بالله، وزوجها مداوم على ذلك، وهما يعلمان بحرمة ذلك، فما حكم ذلك؟ وهل تعتبر مطلقة؟ وكذلك ما نصيحتكم وتوجيهكم لهما؟ جزاكم الله خيرا. نقول: الحمد لله رب العالمين أن الزوج يعلم بحرمة ذلك، فليس لديه شبهة في هذه المسألة والحمد لله. وهذا يجعل وهذا يجعل الحجة عليه كبيرة، لأنه علم الحكم وأصر على مخالفته، والله حذر من ذلك، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإتيان المرأة في الدبر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وأما دلالة الكتاب، قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال القرطبي: و من هنا بمعنى في، أي في حيث أمركم الله، وهو القبل. وقال ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بن جبر المكي، يعني في الفرج. وقوله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال العلامة السعدي: دلالة على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، منه الذرية، وهو القبل. لا توجد امرأة تأتي بأطفالها من دبرها. وقال البيضاوي: أن تأتي بمعنى أين وكيف ومتى، كما قاله أهل اللغة والجم الغفير من أهل العلم. وهذا فيه دلالة على أن المقصود أنه يأتيها في قبولها وليس في دبرها، وهنا فيه رد على من يؤول مثل هذه الآيات تأويلا خاطئا. والأحاديث في ذلك صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وصححه البوصيري وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصح أيضا إسحاق بن راهويه الحنظلي وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد، وصح الألباني: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. دلالة أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. إذا صدر الحديث بلا ينظر، دلالة أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود، والمناوي نقل عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه، حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي، والألباني صححه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الشوكاني علامة اليمن صاحب فتح القدير للإمام الشوكاني ونيل الأوطار: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا، فتنتهي لتخصيص الدبر من ذلك العموم أن حرام يعني. وقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. وقال ابن القيم رحمه الله في مسألة تحريم إتيان المرأة في دبرها، قال: ومنها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة، يعني عن الإمام مالك من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريق إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بفي، ولم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه.
وأفحشه. وأيضا الشافعي يقول في كتاب الأم: باب إتيان النساء في أدبارهن. قال الشافعي رحمه الله: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال الشافعي: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه ما بلغ الإتيان في القبل محرم بدليل الكتاب والسنة. يعني معناها أن الرجل يجامع زوجته من الخلف لكن في القبل، في الفرج يجامعها وهي على ظهرها لكن في الفرج، يجامعها وهي على جنبها ولكن في الفرج، هذا هو المقصود بذلك. أما أن يجعل موضع الدبر كموضع القبل فيجامع فيه ويولج فيه لغير ذلك فهذا حرام بدلالة الكتاب ثم السنة كما قال الإمام الشافعي. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هو تفسيره رحمه الله، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السرج، يعني يقول لك أنه كان يعني يرى بيتين وراء في الدبر. وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر. ثم قال عن القرطبي: والصحيح في هذه المسألة ما بيناه وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطأ في الفرج لأجل الأذى، فلذلك يعني هذا خلاف الفطرة. يعني كيف تأتي المرأة في هذا الموضع الذي لا لذة فيه ولا شيء فيه ويورث الأمراض والأدواء، وأيضا فيه أيضا من القذارة ما فيه، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى؟ الحش اللي هو يعني مثل القمامة، مكان إلقاء النفايات، عندما يعني يخرج منه هذا القذر مع زيادة المفسدة بالتعرض للانقطاع للنسل، الله أكبر. يعني هذا أيضا يسبب العقم الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح، سبحان الله شيء عجيب. الأمر الآخر إن هذا سماه بعض أهل العلم باللوطية الصغرى، وجاء ذلك في حديث إسناده صحيح كما قال الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: هي اللوطية الصغرى، يعني وطء النساء في أدبارهن، يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، والطيالسي والبيهقي. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه عمل قوم لوط كانوا يأتون النساء في أدبارهن. وقال القرطبي: وروي عن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني، أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، قالوا: من أدبار الرجال ومن أدبار النساء، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فهنا أدلة كلها أيها الكرام المباركون سردناها في هذه المسألة لكي نعلم حرمة وعظم حرمة هذا الأمر، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، إذا وافق الزوجان، أليس شرط موافقتهما على هذا الأمر الشائن؟ بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية، يقول: وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء، ومن وطأها في الدبر وطاوعته عزيرة، يعني رفع أمرهما إلى الحاكم، فإن لم ينتهي فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به، الله أكبر، يعني بين الزاني والزاني. الله يعافينا وإياكم من هذا الشر. فلا يحل يا إخوان هذا الفعل القبيح، ولا يحل التراضي به ولا التواطؤ عليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى والندم، وسأل الله العافية من مثل هذه القاذورات وخصال السوء التي يأنف منها ذو الفطر السليم السوية، عافانا الله وإياكم. ومن ترك الحلال الطيب واستعرض عنه بالخبيث المحرم فقد سلط الشيطان عن نفسه وأمكن عدوه منه، وهذا أسباب مشاهدة الأفلام الإباحية،
مشاهدة الأفلام الإباحية، الأفلام الجنسية، ودخول المواقع اللي فيها الذين هم يتسافدون كالحمر والبهائم، عافانا الله وإياكم، في هذه المواقع هو الذي يورث إدمان هذه القاذورات. أما الذي يحفظ نظره وبصره عن مثل هذه الأمور تجد أنه يوفق وأنه يسدد، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. فهذه هذه المواقع الإباحية وهذه الأفلام الجنسية الخليعة هي التي تزين هذا السوء وتحسن هذا القبيح حتى يقع في هذا الفعل الشائن. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. ويقول ابن القيم في الفوائد: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدنآت وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار، عافانا الله وإياكم. ونصيحتي عدم الموافقة والتواطؤ على هذا الفعل، والتوبة والندم، والإقلاع عن مشاهدة الأفلام الخليعة والقنوات الماجنة، الانشغال بطاعة الله. يا أخي انشغل بطاعة أنت والزوجة، عفى الله عنا وعنكم، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التلذذ بهذا المكان الشائن، والاعتناء بأن تتهيأ له زوجته بما أباح الله تبارك وتعالى، والتحلي بالصبر عن معصية الله، المثابرة على الطاعة، نوطن النفوس على ترك هذا المحرم، نكثر من الصيام، نكثر من الصدقة، نكثر من قيام الليل، نكثر من تلاوة القرآن، نكثر من الاستغفار، فإن هذه الأشياء تثقل القلب وتصرف عنه الهم والغم، وكلما تأتيك نفسك بذلك تنزع منها وتقوم وتصلي ركعتين. إذا أذنب العبد فقام فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر ذنوبي إلا غفرت من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إلا غفر الله له. وقيام الليل: رحم الله امرأ صلى من الليل، قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، كرواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. فلا تأتي هذه القاذورات إلا من قلة العبادة والبعد عن الطاعة ومشاهدة الحرام. فلذلك نقول توطينها، ونصيحتي لهم ولنفسي: الإكثار من الطاعات، فإن الإكثار من الطاعات يذهب حزن القلوب ويذهب المعاصي بإذن فاطر الأرض والسماوات. صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحريره صوتيا من جدة الثغر المأنوس في يوم الأحد، صباح الأحد، ل 19 خلونة من جمادى الآخر عام 40 و400 ألف من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق ل 24 من الشهر فبراير لعام 19 و2000 بالتخمين الجريجوري.